الحمد لله والفضل لله، تم تسليم خط انتاج لاحد المتابعين من قناة رضا حاتم. تم تسليمه خط الانتاج وتدريبه وتعليمه على الخط من الالف للياء. هنشوف مع بعض دلوقتي فيديو صغير مدته 2 دقيقة لتسليم خط الانتاج. بعد كده هنرجع تاني نشرح لكم المشروع بالتفاصيل الجديدة وازاي اي شخص يقدر يبدأ في المشروع ده ان شاء الله. تابع معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اهلا بكم في فيديو جديد على قناة رضا حاتم. الحمد لله والفضل لله، تم تسليم خط انتاج لاحد المتابعين من قناة رضا حاتم. وزي ما انتم شفتوا في الفيديو دلوقتي، مشروع تصنيع خلة الاسنان او سلكات الاسنان. مشروع تصنيع سلكات الاسنان من المشاريع الناجحة، لان المنتج ده بيتم استيراده سنويا بكميات كبيرة جدا. تخيل ان سلكة الاسنان دي بيتم استيرادها بشكل كبير جدا سنويا من الصين. الحمد لله والفضل لله، احد المتابعين فتح المشروع ده واشترى خط الانتاج. والشركة اللي بتديك خط الانتاج بتقوم بتدريبك وتعليمك على خط الانتاج وتسليم خط الانتاج في مكانك، وكمان بيكون في ضمان عام على خط الانتاج. فكرة المشروع ببساطة ايه؟ فكرة المشروع هو مشروع تصنيع سلاكة الاسنان. مشروع تصنيع سلاكات الاسنان تقدر تسوق له على الصيدليات بجميع انواعها، كمان تجار الجملة في العتبة والمسكي، تجار الجملة بتوع الخردوات، وكمان تقدر تسوق على الهايبر ماركت، وكمان تقدر تسوق ان حضرتك تصدر للدول العربية ودول الخليج. وفكرة المشروع ببساطة ان حضرتك بتجيب خط الانتاج المكون من 7 ماكينات. هشرح لك وظيفة كل ماكينة دلوقتي. بعد ما بتجيب خط الانتاج المكون من 7 ماكينات، حضرتك بتجيب المادة الخام، والمادة الخام المستخدمة هنا هي الخشب، ولا يشترط اي نوع خشب معين، لا ده حتى في الصين بيصنعوا سلكات الاسنان من غاب الخيزران لانه متوفر عندهم بكميات كبيرة جدا، فبيستخدموه في تصنيع سلكات الاسنان. انما انا دلوقتي بتكلم عن تصنيع سلكات الاسنان من الخشب، تمام؟ يبقى اول حاجة بتجيب خط الانتاج المكون من 7 ماكينات، بعد كده بتبدأ تصنع المنتج
المنتج اللي هو سلكات الاسنان. بعد كده التعبئه، والتعبئه هنا ليها او عليها اختلاف. لو حضرتك السحب عليك سحب خفيف ممكن اللي انت تعبي تعبئه يدويه. طب لو حضرتك عندك ضغط او هتبدا تصدى للدول العربيه ان شاء الله، حضرتك بتجيب ماكينه تعبئه. هشرحها لك بالتفصيل دلوقتي. حضرتك بتجيب ماكينه تعبئه، يعني لو السحب خفيف حضرتك بتعبي يدويا، لو السحب في ضغط حضرتك بتجيب ماكينه تعبئه. بعد كده بتبدا تعبي سلكات الاسنان دي في العبوات البلاستيك، بعد كده بتبدا توزعها على الاماكن اللي هقول لك عليها. دي فكره المشروع ببساطه. بعد كده مراحل تصنيع سلكات الاسنان، وزي ما انا قلت لك ان خط انتاج سلكات الاسنان مكون من 7 ماكينات. اول ماكينه اللي هي ماكينه قص القطع الخشبيه الى شرائح خشبيه. الماكينه دي بتحط فيها قطعه الخشب بتحولها لك الى شرائح من الخشب. بعد كده بتدخل على الماكينه الثانيه، والماكينه الثانيه بتحول لك الشرائح اللي هي الخشبيه دي لاعواد من الخشب اللي بتصنع منها سلكات الاسنان. بعد كده بتاخد الاعواد اللي هي الطوليه دي بتحطها في الماكينه الثالثه، والماكينه الثالثه بتبدا لك تقص لك الاعواد الطويله الى مقاسات متساويه حسب المقاس اللي حضرتك بتحدده للماكينه. بعد كده بندخل على الماكينه الرابعه، والماكينه الرابعه اللي هي ماكينه تنعيم وتلميع الاعواد او سلكات الاسنان او خله الاسنان. والماكينه دي بتكون عباره عن صندوق، الصندوق ده بيتحط فيه سلكات الاسنان بتبدا اللي هي تلمع وتنعم لك العود او سلاكه الاسنان. بعد كده بتشيل المنتج بتحطه على الماكينه الخامسه، والماكينه الخامسه اللي هي ماكينه فرز الاعواد الخشبيه. يعني ايه؟ الماكينه دي بتكون عباره عن صندوق زي ما انت شايف في الفيديو، الصندوق ده بيبدا يهتز تمام عشان ينزل الاعواد الخشبيه تكون يعني ايه متساويه مع بعض في الرص بمعنى اصح، بحيث ان انت تقدر تشيلهم بكل سهولة مرصوصين او كاملين على بعض. يبقى الماكينة الخامسة اللي هي ماكينة فرز سلكات الاسنان يعني بالبلدي كده ترصهم لك فوق بعض، تمام؟ دي الماكينة الخامسة اللي هي ماكينة فرز سلكات الاسنان. بعد كده بتشيل المنتج ده او المنتج ده بتشيله بصوابعك وبتحطه على الماكينة الستة، والماكينة الستة هي ماكينة تشكيل السن المدبب لسلكات الاسنان. السن اللي بيكون بتاع سلاكة الاسنان الماكينة الستة دي اللي هي خاصة بتشكيل السن المدبب ده، دي مراحل تصنيع سلكات الاسنان. طب الماكينة السابعة يا استاذ رضا، الماكينة السابعة وهي ماكينة سن شفرات الماكينات. الماكينات اللي حضرتك شايفها قدامك دي كلها بيبقى ليها شفرات، الماكينة السابعة اسمها ماكينة سن شفرات الماكينات، عشان تبدأ تسن لك الشفرات الخاصة بخط الانتاج. ما تحتاجش اللي حضرتك تفك الشفرات وتروح لأي ورشة تانية او تتعطل بسبب حضرتك عايز تسن ماكينة من الماكينات. اقول لك على المراحل تصنيع خط الانتاج في السريع. اول حاجة ماكينة تقطيع القطع الخشبية الى الواح خشبية، بعد كده الى شرائح خشبية، بعد كده الماكينة الثانية تحويل الشرائح الى اعواد، بعد كده الماكينة الثالثة اللي هي تقطيع الاعواد الى مقاسات انت اللي بتحددها، بعد كده الماكينة الرابعة وهي ماكينة تنعيم وتلميع سلكات الاسنان، بعد كده الماكينة الخامسة وهي ماكينة رص او ماكينة فرز سلكات الاسنان، بعد كده الماكينة الستة وهي ماكينة تشكيل السن المدبب. وكده يبقى المنتج جاهز على التعبئة. والتعبئة زي ما انا قلت لك لو حضرتك السحب عليك بسيط ممكن تعبي تعبئة يدوية في الاول، لو عندك ضغط في السحب ممكن تجيب ماكينة تعبئة لسلكات الاسنان بتعبي لك بالعدد في العلب الصغيرة. هقولك دلوقتي على اسعار العلب. نيجي بعد كده على التجهيزات الاساسية لو انا هبدأ اشتغل في المشروع. واول حاجة في التجهيزات الاساسية الا وهي الموقع، والموقع ده يفضل ان هو يكون في منطقة منعزلة عن السكان نظرا لاصوات الماكينات. تاني حاجة المساحة، والمساحة يفضل ان هي ما تقلش عن 100 متر. ثالث حاجة الكهرباء المستخدمة، كهرباء 220 فولت وكهرباء 380 فولت. بعد كده التراخيص، عشان في عندك الكهرباء يا جماعة، في عندك ماكينات بتشتغل كهرباء 220 وفي عندك ماكينات بتشتغل كهرباء 380، يعني 3 فاز، تمام؟ عندك التراخيص زي السجل التجاري والسجل الصناعي والسجل الضريبي عشان ما تتعرضش لأي مساءلة قانونية. بعد كده سعر خط الإنتاج وأماكن البيع.
سعر خط الانتاج حاليا بسعر اليوم 19,600 دولار. طب اماكن البيع اقدر اجيب خط الانتاج ده منين؟ ممكن تجيبه من شركة بروتكشن، هتلاقي ارقام التواصل موجودة في الموقع، الموقع هتلاقيه في اول تعليق، ادخل على الموقع هتلاقي الارقام تواصل. لو عندك اي استفسار سواء هتشتري خط الانتاج او لا، او عندك اي استفسار تقدر تتواصل مع الشركة، والشركة محترمة جدا. ملحوظة يا جماعة ان خط الانتاج اللي احنا اتكلمنا عنه دلوقتي، خط الانتاج ده ضمان عام، تمام؟ ممكن حضرتك ان انت تعمل كمان عقد صيانة سنوي او نصف سنوي حسب رغبتك، تمام؟ نيجي على المواد الخام، وزي ما انا قلت لك ان المواد الخام اول مادة خام اساسية الا وهي الخشب، والخشب المستخدم اي نوع خشب. طب متر الخشب ده بينتج لي كام سلاكة اسنان؟ بينتج لك 900,000 قطعة. متر الخشب صافي انتاج 900,000 قطعة. بعد كده العبوات البلاستيك، والعبوات البلاستيك سعرها بيبدأ من 1.5 جنيه الى 2 جنيه مصري، تمام؟ والعبوة دي في عبوات في عبوات بيكون فيها 50 قطعة، في عبوات بيكون فيها 100 قطعة حسب الطلب او حسب العبوات اللي بتطلب منك، والعبوة بتتباع من 8 الى 10 جنيه، تمام؟ نيجي على العمالة المطلوبة، حضرتك هتحتاج كبداية في المشروع ده ان شاء الله حوالي 3 عمال، ولا يشترط ان العمال اللي يبقى موجودين عندهم خبرة، لان الماكينات شغلها سهل جدا، يعني مش محتاجة عمال عندهم خبرة. نيجي بعد كده على تسويق المشروع، هقدر اسوق سلاكة الاسنان دي فين؟ اول حاجة الصيدليات، وما فيش اكتر من الصيدليات، المنطقة الواحدة بيكون فيها 5 صيدليات ما شاء الله، تمام؟ يبقى اول حاجة الصيدليات في كل الاماكن. تاني حاجة تجار الجملة اللي موجودين في منطقة العتبة والموسكي اللي بيبيعوا الخردوات، عشان يبدأوا يوزعوا على محلات اللي هي محلات الاكسسوارات، تمام؟ والمكاتب بتاعة الخردوات. تالت حاجة الهايبر ماركت. الاخيرة اللي هي تصدير المنتج للدول العربية. الافضل من ده كله هو التسويق اونلاين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبحب انبه في كل فيديوهاتي ان التسويق اونلاين من افضل طرق التسويق حاليا ما شاء الله. النصيحة اللي بقولها في كل فيديو، اسأل وابحث قبل ما تشتغل، اسأل الناس، اسأل التجار، ابحث على جوجل، ابحث على اليوتيوب قبل ما تبدأ تشتغل في اي حاجة. لقيت المشروع مناسب ليك ابدأ واشتغل وتوكل على الله، واعمل دراسة جدوى تفصيلية. لقيت المشروع مش مناسب ليك، ان شاء الله الفيديوهات اللي جاية هتلاقي فيها فيديو يعجبك او فكرة مشروع تعجبك. اشوفكم فيديو جديد على قناة رضا حاتم، الى اللقاء.